الله عليه وسلم. وبننتقل للموضوع تاني، يعني لحد ما لي بعض العلاقة أو الشبه بالموضوع الأول. والموضوع التاني اللي ذكره موقع الكنيسة، طبعا من باب التشكيك أو من باب السخرية أيا كان، يعني هو موضوع حديث الذبابة. بيتساءل موقع الكنيسة: هل حديث الذبابة صحيح علميا؟ والحديث هو: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. ده الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينصح فيه أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، تغمس الذبابة كلها ثم ليطرح، وبعدين يطلعها ويشيلها، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، صلى الله عليه وسلم. ولا بد من إيضاح شيء قبل الخوض في الحقائق العلمية الخاصة بحديث الذبابة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث في شبه الجزيرة العربية، وهي بيئة فقيرة مائيا، لدرجة إن هم كانوا بيشتروا الماء بالمال، وكانوا بيخزنوا الماء في من الأمطار في انتظار من موسم إلى موسم أو من فترة إلى فترة. فلما واحد يكون مخزن المية بتاعته اللي هيقدر يعني يعتمد عليها خلال مدة معينة جاية لحد ما يجي موسم الأمطار الجديد، فإذا سقط فيه الذباب لابد من حل، ما كانش هينفع يرقي الماء دوت ويرميه. وده حاصل حتى في وقتنا الحالي، كان نجد عند بعض الناس من الفقر، والحديث مش خاص بالماء، الحديث خاص بسقوط الذباب في الإناء بصفة عامة أيا كان السائل اللي فيه. ممكن تلاقي فقير ما بيقدرش يجيب اللحمة غير مرة في الشهر ولا مرة كل كام شهر، فلما يعمل شوية لحمة يعمل شوية شوربة، ده سقطت فيه الذبابة، هتأنف نفس الإنسان إن هو يشربها، لكن الفقر والحاجة والعوز ممكن تخليه يضطر إن هو يشرب منها، هيشيل الذبابة يرميها وهشرب منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم حل لمشكلة حاصلة، هي ندرة الشيء أو نقصانه، وفي نفس الوقت اضطرارك لشربه. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر إن أنت تصطاد دبانة من الجو وتغمسها في شرابك قبل ما تشربها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقدم حل لمشكلة هي وجدت بالفعل، إنه إذا سقط الذباب في إناء أحدكم ماذا يصنع؟ هيرمي الإناء، هتأنف نفسه إن هو يشرب وهيرميه، فبها ونعمت، خلاص مفيش مشكلة. لكن لو أنت مضطر إن أنت تشرب ماء في الإناء ومحتاجه، ويعني إيه، مش ممكن تقدر تستغنى عنه، تعمل إيه؟ يقدم من النبي صلى الله عليه وسلم لك الحل، أن تغمس الذباب كله. وليه تغمس الذباب كله؟ ده اللي هنشوفه بقى في البحث اللي إن شاء الله ربنا هنكمل فيه. تغمس الذباب كله ثم تطرحه ثم تشرب ماء في الإناء، وإن شاء الله هنعرف ليه دوت نصح به النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، أول حقيقة علمية بنثبتها هو fungal infection of flies. fungal infection of flies زي ما احنا شايفين الصورة، إن الذبابة بتكون مصابة ببعض الفطريات، والإصابة الفطرية للذبابة ديت بتكون عن طريق فطر. الفطر دوت بينمو على الخلايا الدهنية اللي بتبقى موجودة في بطن الذبابة، بيبقى عبارة عن خلايا دائرية بتنمو لحد ما توصل لطور التكاثر بتاعها، وتستطيل الخلايا ديت وتتجمع فيها الحبوب اللقاح اللي هو وسيلة التكاثر بتاعة الفطر، حتى يعجز الجدار الخلوي للفطر دوت ان هو يتحمل ضغط حبوب اللقاح فينفجر زي ما احنا شايفين في الصورة، ويتناثر حبوب اللقاح، ودي بتكون وسيلة التكاثر للفطر ده. طيب ايه الفايدة او ايه المعلومة اللي هنوصل لها من ان في فطر بينمو على جسم الذبابة والفطر دوت بينفجر ويطلع منه حبوب اللقاح؟ الاول احنا طبعا بنثبت باكتر من موقع زي ما احنا شايفين موضوع ان الفطريات اللي بتنمو على جسم الذبابه واستخلاص الفطريات من على جسم الذبابه اللي هي الذبابه المنزليه بصفه عامه اللي هي بيتكلم عليها الهاوس فلاي اللي هي الاسم العلمي ليها موسكا دوماتيسكا، بينمو عليها مجموعه من الفطريات. وعلشان نعرف فائدة الفطريات ديت لازم يعني بنرجع كده بالتاريخ لورا عشان نتذكر فطر اسمه بنسيليوم نوتيتم. الفطر دوت كان اكتشف مجموعة من العلماء ان الاماكن اللي بينمو فيها الفطر دوت ما بتنموش فيها البكتيريا، يعني اول ما اكتشف كده كان عالم فرنسي اسمه لويس باستر، وبعد يجي عالم انجليزي اسمه ويليام روبرتس، لحد ما جه اخيرا عالم انجليزي اسمه سير الكسندر فليمنج،
وقدر يستخلص ماده البنسلين من فطر بنسيليا نوتيتم دوت. الفطر اللي احنا شايفينه اللي هو تحت في الصوره دي مستعمره للفطر، اللي فوق اللي متشاور عليها ديت دي ستافيلوكوكا دوت، نوع من انواع البكتيريا نما على الاجار بليت او طبق الاجار دوت، اللي هو ده وسط غذائي مناسب لنمو البكتيريا، لحد جه عند المكان اللي نما فيه الفطر. احنا شايفين فيه زون كده نظيفه ومفيش فيها الميكروب، ما قدرش او البكتيريا ما قدرتش تنمو فيها، ودوت نتيجه ان الفطر ذات نفسه هو البنسيليا نوتيتم بيفرز ماده مضاد حيوي او مضاده للبكتيريا ديت بتقضي عليها، فما قدرتش البكتيريا ان هي تنمو في الزون دي. ودي كانت الملاحظه اللي قدر عن طريقها العالم الانجليزي الكسندر فليمنج ان هو يستخلص المضاد الحيوي المشهور اللي هو البنسلين، ولسه طبعا بيستعمل لحد دلوقتي. وبيقول لنا هي شوت ذات اف بنسلين نوتيتم وير جرون ان ابروبريت سبستريت ات وود اكسود سبستانس، هتعمل تفرز او يطلع منها ماده ويز انتيبيوتيك بروبرتيز. يعني الفطريات بيبقى ليها قدرة على إفراز بعض المواد اللي بيكون ليها تأثير مضاد للبكتيريا أو مضاد حيوي، وده اللي استخلص منها البنسلين، وقدر يبقى إيه يعني يعتبر من المضادات الحيوية القوية اللي موجودة لحد دلوقتي واللي بتستخدم لحد الآن. طيب إيه دخل الموضوع دوت بموضوع الذبابة بتاعنا؟ هو إحنا أثبتنا طبعا وقلنا إن الذبابة بينمو عليها الفطريات، والفطريات ديت احنا بس حابين نوضح ان هي فعلا مش يعني مش شيء بنخترعه، ان هي مصدر من مصادر المضادات الحيويه في بعض الاحيان. ودوت اللي ثبت فعلا زي ما احنا شايفين فريق من ابحاث استرالي مش عربي يعني ولا مسلم، بدا يدور ويكتشف انواع من المضادات الحيويه على جسم الذبابه. The surface of flies is the last place you would expect to find antibiotics. ان جسم الذبابه بدا يكون فعلا يكتشف ان هو عليه مضاد حيوي، ودوت ناتج من بعض المشاهد والخبرات يعني على سبيل المثال يعني اللي ذكرت في الابحاث ديت، ان هم اكتشفوا ان بعد في حاله الحروب او الكوارث الكبيره اللي بيكون فيها جرحى كتير وجروح عميقه، المرضى اللي بيتعرضوا لاماكن مفتوحه ويتعرضوا ان ممكن ذباب يسقط على الجروح بتاعتهم، معدل الشفاء بيكون اسرع للجروح من المرضى اللي بيكونوا موجودين داخل المستشفيات او في العنابر المغلقه واللي بيكون بيتوفر لهم فيها شيء من النظافة يعني ومنع دخول الذباب. فيعني ظنوا انه ممكن يكون الذباب ليه دور في شفاء الجروح ديت، وفعلا بالابحاث اكتشفوا ان جسم الذباب عليه مجموعة من المضادات الحيوية اللي بتقضي على البكتيريا وعلى وبتاكل او تلتهم الكرات الدم البيضاء او المواد الصديدية اللي بتبقى موجودة في الجروح، فبالتالي بتؤدي الى التئامها اكتر واسرع. ودوت اللي خلاهم بدأوا يعملوا زي ما احنا شايفين the ointment in the fly antibiotics new antibiotic derived from a common fly. الذبابة العادية اللي هي الذبابة المنزلية بدأ يستخرج منها مضاد حيوي ويستخدم كمرهم في لالتئام الجروح والإصابات، وطبعا الناس ما تعرفش وهي بتستعمل المرهم دوت كده وخلاص. وده موقع تاني بيتكلم على الفلايز فور انتيبيوتيك، وان هي ممكن تستعمل كناتشورال سورس فور انتيبيوتيك. ده موقع ثالث برضو عن طريق العلماء الاستراليين اللي بيستخدموا الذبابه كاستخراج المضاد الحيوي منها. وده احد الوسائل احنا اتكلمنا وجود الفطر على جسم الذبابه هو وسيله من الوسائل اللي بتخليه مصدر لمصادر المضاد الحيوي او الانتيبيوتيك اللي بيحمي الـ الانسان او بيمنع نمو البكتيريا اللي بتبقى موجوده على جسم الذبابه من ان هي تنتشر في السائل اللي موجود. طيب ايه فايدة ان احنا نغمس الذبابة في السائل؟ احنا قلنا ان المادة المضادة للبكتيريا او اللي هي ليها دور المضاد الحيوي بتكون موجودة داخل الخلية بتاعة الفطريات، علشان تخرج لازم الجدار الخلوي بتاع الفطر يتفتح، ودوت اللي بيحصل اثناء التزاوج لما بتنفجر الخلية عشان تخرج منها السبورز او تخرج منها اللي هي حبوب اللقاح. لكن لما تسقط الذبابة في السائل بتغميس الذبابة بالكامل داخل السائل، السائل بيدخل داخل خلية الفطر بخاصية اللي هي اسمها الأوزمولاريتي، أو إن المية بتنتقل من المكان الأقل في تركيز الأملاح إلى المكان اللي أعلى في التركيز، يعني المكان المخفف اللي بيبقى فيه المية تركيزها عالي اللي هو المخفف، بينتقل منه المية للمكان تاني اللي هو المركز، فبتدخل المية داخل الفطر
ولما تدخل ميه داخل الفطر بتبدأ خلية الفطر بتنتفخ للدرجة اللي ما بتقدرش فيها جدار الخلية ان هو يستحمل هذا الانتفاخ، فينفجر جدار الخلية وبالتالي يخرج المضاد الحيوي الى السائل اللي سقطت فيه الذبابة، ويقوم بدوره كمضاد لنمو البكتيريا وكدوره كمضاد حيوي، فبالتالي يحمي الانسان اللي هيشرب الميه ديت من تأثير البكتيريا الضارة اللي ممكن تكون موجودة على جسم الذبابة. يبقى ايه المضاد الحيوي اللي خرج من الفطر دوت؟ هو احد الوسائل اللي بيحمي بيها الانسان نفسه من البكتيريا الضاره اللي ممكن تكون على جسم الذبابه اللي سقطت في السائل بتاعه. الابحاث العلميه بتقول لنا ان في حاجه تانية استخلصت من الذبابه المنزليه اللي هي الهاوس فلاي او المسكا دوميستيكا. الحاجه التانية ديت اسمها بكتيريوفاج. بكتيريوفاج استخلص من جسم الذبابه، ودي ابحاث اتنشرت علميا وقديمه، يعني مش جديده. بتقول ان البكتيريوفاج اللي استخلص دوت، الخلاصه بتاعت الابحاث بتقول ان ده اكتيف اجينست، بكتيريوفاج اكتيف اجينست فور سبيشيز اوف بكتيريا واز فاوند ان اسولت سوليوشن اكستراكت اوف هاوس فلاي. البكتيريوفاج ده هي ماده استخلصت من الذبابه، وليها تاثير مضاد لاربع انواع من بكتيريا موجودة في مستخلص للذبابة المنزلية. ودي حاجة. الحاجة التانية رقم اتنين بيقول a gross inhibition principle not bacteriophage active against four other species of bacteria was found to be present in the same extract. ان في نفس المستخلص دوت في مادة تانية غير البكتيريوفاج موجودة، واخدوا ان هي بتأثر على اربع انواع اخرى من البكتيريا غير البكتيريوفاج، يعني اللي موجودة في نفس المستخلص اللي استخلص من الذبابة المنزلية دوت اللي هو في محلول ملحي. وكان عملوا تجربة في رقم 3، عملوا تجربة ان هم يستخلصوا من الذبابة بعض انواع البكتيريوفاج ضد انواع معينة من البكتيريا، لكنهم فشلوا ووجدوا ان الانواع دي هي بس موجودة بصورة طبيعية على الذبابة. وده صورة البحث البي دي اف، وهنزل الرابط بتاعه في اخر الموضوع. وده يعني موقع امريكي، هو مفيد جدا على فكره في خصوص الابحاث الخاصه بالذبابه ديت، بيتكلم برضو على استخلاص البكتيريوفاج من الذبابه. احنا هنوضح ايه هو بقى بكتيريوفاج بصوره اوضح. هو اسم بكتيريوفاج بينقسم الى قسمين، النص الاولاني اللي هو البكتيريو اللي جاي من كلمه طبعا بكتيريا، فاج معناها ملتهم او ملتقم، فهو ملتهم البكتيريا. هو تعريفه زي ما هو مذكور في الويكيبيديا يعني في معظم الاماكن او المراجع العلميه، is anyone of a number of viruses، هو نوع من الفيروسات. يعني البكتيريوفاج دوت هو عباره عن فيروس ذات انفكت بكتيريا، لكن بيصيب البكتيريا، هو فيروس بيصيب البكتيريا. بكتيريوفاج are among the most common biological entities on earth. The term is commonly used in its shortened form فاج، يعني ممكن بيسمى اختصارا بكلمة فاج. هو نوع من الفيروسات بيصيب البكتيريا، بيلتهمها أو بيقضي عليها وبيؤدي إلى موت البكتيريا. طب البكتيريوفاج ده بيعمل إزاي، أو إيه برضو فايدة غمس الذبابة في السائل لما بتسقط فيه، أو اللي هو بيخص يعني موضوع البكتيريوفاج دوت؟ اللي احنا شايفينه قدامنا دوت هو البكتيريوفاج زي ما احنا شايفينه كده، بيسبح في وسط وبعدين بيشبك في جسم البكتيريا ويغرز فيها عشان خاطر يفتح يعمل ثقب في جدار الخلية ويصب فيها الدي ان ايه بتاعه، وكده تبقى الخلية ماتت خلاص. هو بيدخل على الدي ان ايه بتاع الخلية بيستعمله علشان خاطر يستنسخ الدي ان ايه بتاعه هو، لحد ما بيكون نوع من الفيروسات او يكون الفيروسات الجديدة، وبعدين تنفجر البكتيريا وتموت. يبقى من اللي شفناه في الفيديو دوت بيوضح لنا ان لازم البكتيريوفاج والبكتيريا يكونوا موجودين في وسط واحد، يعني ما ينفعش البكتيريا في وسط والبكتيريوفاج في وسط واحد، لازم يكونوا في وسط واحد يسمح للبكتيريوفاج انه يسبح ويتحرك، لان البكتيريوفاج ما بيتحركش، الفيروس ذات نفسه ما بيتحركش، ده زي حته مثلا الزلطه او الجماد، واللي فيه ده مش رجلين، اللي فيه دي مجرد زي مشابك عشان يشبك بيها ويمسك في جسم البكتيريا. فايه اللي هيسمح البكتيريا دلوقتي لو الذبابه سقطت في السائل؟ ايه اللي هيسمح للبكتيريوفاج ان هو يقدر يتحرك ويجيب البكتيريا اللي سقطت في السائل ديت ويقضي عليها ويموتها؟ هو ان احنا نغمس الذبابه كلها في السائل، فتقدر تاخد السائل ياخد البكتيريوفاج اللي بيبقى موجود على الجناح الاخر من الذبابه
ويتحرك البكتيريوفاج داخل السائل عشان يوصل للبكتيريا اللي سقطت في السائل من الذبابة، ويقدر يوصل لها ويمسكها ويقضي عليها زي ما شفنا في الفيلم. ودي الوسيلة التانية اللي بغمس الذبابة في السائل بنقدر نوفرها للقضاء على البكتيريا والمواد الضارة اللي ممكن تكون نتجت من الذبابة في السائل دوت، سواء مية أو غيره. وفي وسيلة كمان تالتة اكتشفها العلماء موجودة في الذبابة، ليها برضو دور كمضاد للبكتيريا او كمضاد حيوي، زي ما احنا قلنا في البحث اللي فات قال ان هو اكتشفوا بكتيريوفاج ليه تأثير مضاد للبكتيريا، وفي مواد تانية غير البكتيريوفاج ليها التأثير. اكتشفوا حاجة اسمها لايزوزوم، زي ما احنا شايفين في الصورة بيقول لنا ان اكتشفوا حاجة اسمها لايزوزوم فروم هاوس فلاي، او قدروا يستخلصوا حاجة اسمها لايزوزوم من الهاوس فلاي، والمادة ديت ليها تأثير possible digestive function based on sequence and enzymatic properties، ليها تأثير هاضم مشابه لتأثير الإنزيمات الهاضمة. طب التأثير الهاضم دوت اللي بتستعمله اللايزوزوم دوره إيه؟ أو الاستفادة منه بتكون إزاي؟ بنعرف الأول اللايزوزوم إيه هو عشان نبقى برضه فاهمين طبيعته. اللايزوزوم is an enzyme found in egg white tears and other secretions، يبقى لازم اللايزوزوم بيبقى موجود في سوائل وفي افرازات، ما بيبقاش موجود في حاله يعني جافه، هو بيبقى موجود في السوائل. It is responsible for breaking down the polysaccharide walls of many kinds of bacteria and thus it provides some protection against infection. يبقى هو بيبقى موجود في السوائل وبيؤدي لكسر الجدران، جدار البكتيريا او جدار الخلايا البكتيريه اللي متكون من بولي ساكرايد او يعني عديد السكريات، وبالحاله ديت او بالطريقه ديت بيوفر حمايه ضد البكتيريا عن طريق زي ما قلنا كده كسر الجدار بتاع الخليه البكتيريه المكون من البولي ساكرايد، فبالتالي طبعا البكتيريا بتموت، ودي احد الوسائل اللي بتستعمل للحمايه من البكتيريا عن طريق اللايزوزوم. وده موقع تاني برضو بيتكلم على الليزوزوم وجايب لنا التعريف بتاعه اللي هو تقريبا نفس التعريف، اللي هو قال انزيم اوكيرنج ناتشرالي ان ايج وايت هيومن تيرز سلايفا اند اذر بودي فلويدز. احنا بس بنوضح ان هو لازم بيكون عشان يعمل يكون موجود في الفلويدز مش موجود في حاله جافه. كابابل اوف ديستروينج وولز اوف سيرتين بكتيريا اند ثيرباي اكتنج از ا مايلد انتيسيبتيك، بيستعمل كانتيسيبتيك او كمطهر، حاجه ليها يعني مضاده للبكتيريا ومفيده يعني للقضاء عليها، لكن بيبقى موجود في صوره سائله في السلايفا او في السكريشنز او في اي فلويد موجود في الجسم. فهو طبعا بيكون موجود في الذبابه لكن ما بيبقاش في الصوره السائله ديت الا اذا غمسنا الذبابه بما فيها من لايزوزوم في السائل، زي ما هنوضح في الفيلم دوت اللي بيتكلم على الميكانيزم بتاع طريقة عمل اللايزوزايم وازاي بيقدر يفتح او يكسر الوول بتاع البكتيريا. زي ما احنا شايفين اللابن دوت اللي هو المفروض دوت السيل وول بتاع البكتيريا اللي بيتكون من بولي ساكرايد، والاخضر دوت اللايزوزايم بيخش ويتفاعل معاه، السيل وول بيتكسر واللايزوزايم بيفضل زي ما هو علشان يدخل على سيل وول جديد ويكسره، وهكذا اللايزوزوم ما بيتغيرش ما حصلش في اي تغيرات. ده السيل وول، والازرق دوت اللي هو الشكل السداسي دوت عباره عن مونوساكرايد بيتجمعوا مع بعض كاتشين او سلسله من المونوساكرايد عشان يكون سلسله البولي ساكرايد. دولت ذرتين سكر، يعني احنا كده بنخش في التفاعل داخل جدار الخليه عشان نشوف ازاي اللايزوزوم بيقدر يعمل العمليه بتاعت كسر جدار الخليه ديت. دوت مولكيول السكر حصل له زي سكويزنج كده عشان يغير يبقى يعني في الوضع المناسب للتفاعل اللي هيحصل مع اللايزوزوم. بيخش اتنين مولكيول من اللايزوزوم، واحد من فوق اللي هو الجي ال يو 35 واحد من تحت الاس بي 52، بيحصل التفاعل زي ما احنا شايفين. نبص على شكل المولكيول اللي داخل، ان لازم اللايزوزوم يخرج زي ما دخل. في مولكيول هيدروجين بيكسر التشين من فوق بيدخل عشان يكون الاو اتش، وبيدخل اللايزوزوم تحت مع ذرة الكربون اللي بتتفتح من نتيجة كسر الرابط. بعدين بيخش مولوكيول مية اللي هو ال H2O، ده بقى لازمة وجود السائل في الحالة زي ديت. بتخش OH ويخرج ال SB52 ويدخل مولوكيول هيدروجين فوق علشان يخرج ال GLU35 زي ما دخلوا بالظبط، ما حصلش فيهم أي تغيير. لكن زي ما احنا شايفين التشين بتاعة البولي ساكرايد بتاعة البكتيريا اتكسرت واتفتحت الخلية، فبالتالي ده دور اللايزوزوم ان هو بيكسر جدار الخلية وبيؤدي الى موتها لكن في وجود السائل. وبكده احنا عرضنا ثلاث وسائل
لوسائل الحماية اللي بتبقى موجودة على جسم الذبابة ضد البكتيريا أو العدوى اللي ممكن تكون موجودة فيها وتنقلها عن طريق سقوطها في السائل. هي المادة اللي بتفرز من الفطر أو من داخل خلية الفطر وليها تأثير مضاد للبكتيريا أو أنتيبيوتيك، ولازم غمس الفطر الذبابة في السائل أو في الإناء اللي سقطت فيه عشان تفرز هذه المادة. التانية هي البكتيريوفاج اللي هو الفيروس اللي بيصيب البكتيريا ويقضي عليها، وده برضو لازم ان هو يسقط او تغمس الذبابة في السائل عشان يقدر البكتيريوفاج يوصل للبكتيريا اللي سقطت في السائل في جناح الذبابة. الحاجة التالتة هي اللايزوزاين او اللي هو بيبقى ليه تأثير زي الانزيم اللي بيحلل او بيكسر جدار الخلية بتاع البكتيريا وبيقضي عليها، وده لازم برضو موجود في الذبابة، لكن لازم تغمس الذبابة في السائل علشان خاطر اللايزوزايم يقدر يتفاعل معاها في وجود الماء ويكسر الجدار الخلوي بتاع البكتيريا وبالتالي برضو يقضي عليها، ونوصل في الاخر ان السائل اللي سقطت فيه الذبابة يكون صالح، مش هنقول بقى نضيف بنسبة 100% لكن صالح للشرب. وبيضيف العلماء ان المواد اللي بتفرز سواء اللايزوزايم او البكتيريوفاج او المواد الانتي بكتيريا الانتيبيوتيك اللي بتفرز من الفطر اللي موجود على جسم الذبابه بتفضل موجوده في السائل حتى بعد ما بتتشرب، يعني حتى لو فضل جزء من البكتيريا الضاره اللي افرزتها الذبابه او اللي موجوده في الذبابه فضلت موجوده في السائل بعد الشرب، فبرضو الحاجات المضادة للبكتيريا والمضادة الحيوية اللي موجودة فيها واللايزوزايم والبكتيريوفاج موجودة بحيث تقضي على الجزء المتبقي، فما بيبقاش فيه منها أي ضرر وما بيبقاش فيه منها أي مشكلة خالص. بعد ما خلصنا دي حقائق علمية اللي تمت واللي أثبتت علميا عن طريق طبعا علماء ومواقع ومعامل أبحاث أمريكية أو أسترالية أو غير عربية وغير مسلمة بصفة عامة، بعرض بعض الأبحاث اللي عملها بعض العلماء المسلمين والعرب. أنا بعرض بس على الطريقة بتاعتها بحيث لو حد عنده قدرة أو استعداد إن هو يعمل حاجة منها أو يتحقق من الطريقة بتاعتها. هي الأبحاث دي تمت عن طريق تحضير مجموعة من السوائل مية أو عصاير أو غيره في أوساط حمضية أو قلوية مختلفة اللي هي البي اتش، وبدأ يجاب مجموعة من الذباب المنزلي اللي هو الهاوس فلاي ويسقط في الأنية ديت، فجزء منها بيسقط فيه الذباب وبعدين بيتشال من غير ما يغمس، جزء تاني بيغمس فيه الذباب، بيتم يعني غمس الذبابة بالكامل داخل الإناء اللي سقطت فيه وبعدين بيشيلوها، وبتعمل تحليل للسائل اللي سقطت فيه الذبابة من غير ما تغمس وتحليل السائل اللي سقطت فيه الذبابة بعد الغمس. اكتشفوا اكتشافات مذهلة ان بعد غمس الذبابة في الاناء كمية المواد الضارة او البكتيريا الضارة اللي موجودة في الاناء بقت قليلة جدا ونادرة، بالرغم من ان الذبابة كلها غمست في السائل او في المقابل الانية اللي سقطت فيها الذبابة واتشالت من غير ما تغمس بالكامل، كمية المواد الضارة اللي موجودة فيها كانت عالية جدا مقارنة بالسائل الاخر. ودي طبعا ممكن نعملها، واحد يجيب كوبايتين ميه ذبابه تقع ويشيلها وذبابه تانية يغمسها وياخدها ويروح اي معمل تحاليل ويتاكد من النتائج ديت. عملوا تجربه تاني ان برضو جابوا مجموعه من زي ما احنا شايفين كده اطباق اللي هي الاجار بليد ديت وعملوا عليها مزارع من البكتيريا، وجابوا ذباب وغمسوه في الميه، يعني جابوا ميه او سائل معقم محلول ملح معقم وغمسوا فيه كميه من الذباب، وبعدين خدوا الميه بتاعت الذباب اللي اتغمس الميه اللي هي مغموس فيها الذباب ديت وحطوه على البليتس او اللي هي فيها الاجار ديت والبكتيريا، لقوا ان ليها تاثير مضاد بكتيري قوي جدا ادى الى القضاء وقتل كميه كبيره او انواع كتيره جدا من البكتيريا اللي عملوها، ودوت كان بيتناسب طرديا مع كمية الذباب المغموس في المية والفترة اللي اتغمسها، كل ما تبقى كمية الذباب أكتر وكل ما تبقى الفترة اللي اتغمس فيها الذباب في السائل أطول، كل ما تكون كمية السائل المغموسة فيها الذباب أقل، يعني كل ما يؤدي إلى زيادة تركيز المواد اللي مستخلصة من الذباب في السائل الموضوع على البكتيريا دوت بتركيزها أعلى، بيلاقوا إن تأثيرها كمضاد للبكتيريا أو كمضاد حيوي أنتيبيوتيك عالي جدا، وده بيثبت برضو ان غمس الذباب في الماء بيؤدي الى استخلاص مواد مضادة للبكتيريا ومضادات حيوية يعني انتيبيوتكس تحمي الانسان من البكتيريا والمواد الضارة اللي ممكن تكون عالقة بجناح الذبابة اللي بتسقط في الماء.
وده زي ما قلنا في البداية كان على سبيل التخيير أيضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس إن هم يصطادوا ذباب ويحطوه في المية ويشربوه، لم يأمر الناس إنه سقطت الذبابة في إناء أحدكم إن أنت مجبر إن أنت تشربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب لك حل. أنت قدام منك موقف ومضطر إن أنت تاخد فيه قرار، معاك سائل ما معكش غيره، وأنت مضطر إن أنت تشربه بأي حال من الأحوال. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقدم لك الحل، بيقول لك قبل ما تشرب السائل اللي سقطت فيه الذبابه، حتى لما انت هتشيل الذبابه وترميها قبل ما تشرب السائل، بس قبل ما تشيلها وترميها اغمسها، لان دوت الامن ليك والافضل، وده اللي بيحميك من البكتيريا ومن المواد الضاره اللي كانت موجوده في الذبابه اللي سقطت في الاناء بتاعك، عشان تحمي نفسك من اي اثار ضاره ليها. وقبل ما نسيب موضوع الذبابة، أحب يعني أذكر نص يعني عثرت عليه في الكتاب المقدس برضو يخص الذبابة، هو يعني في غاية الإعجاز العلمي زي ما احنا شايفين قدامنا. في سفر الجامعة الإصحاح العاشر عدد واحد بيقول إن الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. يعني الذباب الميت بعد ما ينتن، النتانة بقى بتاعت الذباب الميت ده بيطلعوا منها الطيب والعطر يعني، وحاجة طبعا جميلة جدا ان الذباب الميت النتن بيطلع منه العطر. مش كده بس، بيقول لنا جهاله قليله اثقل من الحكمه ومن الكرامه. طب تبقى انت جاهل احسن لك من ان انت تكون حكيم وكريم. وبيقول لنا ان قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. طبعا انا بطالب بكل اللي يؤمن بالنص دوت ان يحط ايده على صدره ويقول لنا قلبه على اليمين ولا على الشمال، عشان يعرف اذا كان حكيم ولا اذا كان جاهل. والحمد لله ان احنا لا نؤمن بهذا الكتاب ولا بهذا النص. بيقول قلب الجاهل عن يساره، معنى كده ان مفيش في الدنيا حد حكيم. بل بيقول ايضا اذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه، ده اذا كان عنده فهم اصلا، ويقول لكل واحد انه جاهل. فافضل لكل جاهل انه يقعد في بيتهم وما يخرجش من بيتهم، عشان ما يزيدش جهله وينقص فهمه. وموضوع ان قلبه على اليسار وعلى اليمين ديت يعني اعجاز علمي بليغ يا جماعه، الواحد بيشوفه بصراحه. وبنطلبش بتفسيره طبعا، لان الحمد لله التفسير واضح جدا واحنا شايفينه قدامنا. وبنذكر موضوع ثالث واخير في بحثنا اللي احنا بنتابعه، هو ملوش يعني هو ليه علاقة باللي احنا قلناه، لكن هو طبعا لم يرد ذكره او اعتراض عليه في موقع الكنيسة، وهو حديث ولوغ الكلب في اناء احدكم. يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح اللي بينصح فيه انه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. ده نص الحديث اللي رواه احمد ومسلم في كتاب الطهارة. والحديث ليه اكتر من رواية واكتر من نص، وده نص الحديث ايضا في مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ودي نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن حتى يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب، أي إذا وضع فيه فمه أو لعق فيه بلسانه، أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي هذه الرواية في مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. يبقى يريق السائل او يريق الشيء اللي في الاناء، ما تشربش منه. اذا الكلب ولغ او وضع فمه او لعق في انائك وما فيه من سائل او طعام، ترميه وتدلقه، ما تشربش منه او تاكل منه، وتغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. وده نص نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، ونص الحديث الذي يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بألا تأكل من أثر الكلب وأن تغسل إناءك 7 مرات أولاهن بالتراب. لماذا؟ ما هي الخطورة في لعاب الكلب عشان ينصح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وجد ان في فيروس بينتقل للانسان عن طريق الكلب. الفيروس دوت بيكون موجود في لعاب الكلب، والفيروس دوت اذا انتقل للانسان بيقعد فترة حضانة اللي ممكن تصل ل 90 يوم 3 شهور يعني، وبعدين بيبدأ يصيب الجهاز العصبي وبيؤدي الى في النهاية الى الوفاة. وجود الفيروس دوت في لعاب الكلب لانه صغير جدا طبعا ومتناهي في الصغر، حجم الفيروس يعني اصغر جدا حتى من البكتيريا، بيخليه مع وجوده في اللعاب بيلتصق بجدار الاناء وما يطلعش منه، حتى اذا غسل بالماء واذا مررت عليه ايدك او عملت بوسائل الغسل الطبيعيه
ما بيطلعش هذا الفيروس من الإناء إلا إذا دعك بالتراب. ليه؟ لأن التراب جاف وفي شيء من الصلابة طبعا، بيعمل زي الصنفرة كده، ونتيجة الجفاف اللي فيه بيخليه يمتص اللعاب أو بقايا اللعاب اللي موجودة على الإناء بما فيها من فيروس، فينتقل الفيروس أو الجسم المضاد دوت أو الضار يعني من جدار الإناء إلى التراب. فبيكون الوسيلة الأضمن والآمن للتأكد من إزالة الفيروس. كما وجد أن التراب بيحتوي على بعض المواد المطهرة للجراثيم، يعني التراب لما عملوا بعض التجارب على التراب وجدوا فيه مواد زي التترالايت والتتراكسيلين اللي ليها تأثير مضاد وقاتل للجراثيم بصفة عامة. حتى أن بعض العلماء عمل تجارب على التراب اللي موجود في المقابر ظنا أنه ممكن نلاقي فيه مواد ضارة أو بكتيريا ضارة نتيجة طبعا تحلل الأجسام، على العكس وجدوا فيه برضه مواد يعني قاتلة للجراثيم ومطهرة، حتى استخرجوا منه المضاد الحيوي اللي هو الاستريبتومايسين. ده استخرج من مواد معينة أو من كائنات وبكتيريا بتبقى موجودة في تراب المقابر، وده إعجاز طبعا ما كانش حد يتوقعه ولا حد يعرفه قبل رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، واللي أخبرنا بيها من أكتر من 1400 سنة. بكده انتهت الموضوعات اللي هنتكلم فيها في الفيديو دوت، اللي هو كان موضوع بول البعير او شرب بول البعير، وموضوع غمس الذبابة، والموضوع اللي ختمنا بيه اللي هو اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ان تريق المكان الكلب وتغسله 7 مرات اولاهما بالتراب. الموضوع يعني بعد في نهايته كده لما بنقعد نتامل هنجد ان الموضوع اكبر من كونه اعجاز علمي. يعني في الحقيقة الموضوع بس يعني للأسف النصارى بيسألوا بيقولوا احنا عايزين إثبات على شرب بول البعير، عايزين إثبات على إن الذبابة فعلا بتحمل الدواء. يعني من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا إن فيها داء؟ يعني ليه ينسى؟ ما الذبابة سقطت شالها وارميها. يعني كونه يعلم ابتداء إن الذبابة فيها داء ده إعجاز، إنه يعلم إن الذبابة فيها دواء ده إعجاز تاني، إنه يعلم أن الذبابة حتى يخرج منها الدواء الذي يقضي على الداء الذي فيها هو بأن تغمس الذبابة في السائل ده إعجاز ثالث. يعني كل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو في حديث بول البعير أو في حديث ولوغ الكلب في الإناء، كل حديث وكل كلمة فيها إعجاز. والإعجاز الأكبر من ده كله هو من أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لماذا تكلم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اصلا؟ يعني هو نبي اتى ليدعو الناس الى عباده الله الواحد الاحد، ليخرج الناس من الظلمات الى النور. ليه تكلم اذا ولغ الكلب واذا سقطت الذبابه واذا وان تشرب بول البعير؟ هل في من قبله من الانبياء والرسل من تكلم بهذا؟ هل يوجد من قبله من الانبياء والرسل من نصح قومه بان ماذا يفعل اذا سقطت الذبابه او اذا ولغ الكلب او اذا مرض احدهم ماذا يفعل؟ هل أمر ليس الأنبياء والرسل بل من يدعون أن إلههم تجسد وعاش بينهم، هل أمرهم زي هذا الإله ونصحهم هو بينهم وقد أتى لهم بالمحبة والرحمة وما إلى غير ذلك؟ هل نصحهم ماذا يفعلون إذا سقطت الذبابة في إناء أحدهم أو إذا ولغ الكلب أو إذا مرض ماذا يفعل؟ لماذا أمر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا؟ هذا ليس له شأن بإثبات نبوته في هذا الوقت، يعني هو في الوقت اللي هو موجود فيه بين قومه ما كان هذا دليل على نبوة أو غير نبوة، إلا إنه معجزة أراد أن يثبت بها للعالم ومن يأتي من بعده بمئات السنوات أنه نبي وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. يعني كنا نعمل إيه إذا حد سأل السؤال اثبت حديث الذبابة أو اثبت حديث بول الإبل من 100 سنة ولا من 200 سنة؟ ما كانش فيه أبحاث علمية ولا شيء نقدر نثبت بيه صحة هذا الحديث، لكن هذا الحديث مدخر إلى وقت آخر، كما أن في أحاديث أكيد يوجد أحاديث وآيات أخرى يدخرها الله سبحانه وتعالى لوقت آخر، لوقت قريب قادم يثبت فيه لكل جيل بعد جيل صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بهذه الأمور فهذا صدق، ليس على نبوته فحسب ولكن صدق على قول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للعالمين، رحمة بهدايتهم إلى الله سبحانه وتعالى وبإخراجهم من الظلمات إلى النور، ورحمة في الدنيا رحمة بهم حتى يدلهم على الخير وكيف يحمون أنفسهم من الأمراض، زي يقدر يعيش وزي يقدر يأكل ويشرب وينام. محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي علم أمته كل شيء حتى دخول الخلاء،
علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إزاي تدخل الحمام، إزاي تاكل، إزاي تشرب، إزاي تنام، علمهم كل شيء، حتى إزاي تخرج من باب بيتك، إزاي تدخل باب بيتك، تعمل إيه وتقول إيه. هو ده الدين، وهو ده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللي بيكفر به أعداؤه ويسبوه ويطعنوا فيه وفي سنته، ويريدون يقول لك عايزين أدلة وعايزين براهين على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن محمد رسول وقد أتى بهذه المعجزات فماذا يكون؟ إن لم يكن محمد بكل ما أتى به من نصح وخير للبشرية هو الرحمة المهداة، وهو كما الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، فمن يكون الرحمة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.